الله الله، جينا 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 وفي عينينا نظرة أمل، جينا وفي عينينا عينينا نظرة أمل، نظرة أمل، جينا وفي عينينا نظرة أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامج نظرة أمل. نظرة أمل برنامج للمتفائلين فقط، واللي بيحاول يتفائل ياريت ينضم لينا بإذن الله، وإحنا دايما عايزين شعارنا تفائلوا بالخير تجدوا إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله دايما نكون متفائلين وندي للناس بسمة صغيرة في جو، يعني أحيانا الشمس ما بتبقاش طالعة لكن إحنا شمسنا طالعة على طول بإذن الله. ومعانا ضيفنا الجميل النهاردة وهنتكلم عن مشوار كفاحه. طبعا في بعض المشاهدين قالوا إحنا ممكن نكون شفناه قبل كده فين، لكن شفتوه عندنا في الصحة والجمال، ولكن هيحلى الكلام معاه مرة تانية للي ما تابعش معانا الحلقة الماضية، طبعا مش الماضية اللي فاتت يعني. معانا النهاردة الصديق العزيز محمد عطا. أستاذ محمد عطا، أهلا وسهلا بك يا حبيبي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا طبعا كلمنا لقاء قبل كده في نظرة أمل، وكانت أول حلقة من حلقات نظرة أمل. الحمد لله. طبعا النهاردة يا محمد موضوعنا هو كفاح، كفاح كفيف. هل ممكن الموضوع يبقى قاصر على كفاح كفيف بس، ولا الكفيف يدي عنوان للآخرين عن الكفاح؟ والله يعني الكفيف ما بيقفش عند حدود يعني في كفاحه، يعني ان هو كفاح كفيف يعني دي خلاص بقتش حاجة، يعني بقتش حاجة غريبة او حاجة جديدة ان احنا نتكلم فيها. بحب اللغة دي يعني. يعني بقتش حاجة جديدة وحاجة غريبة او الناس تستغرب لها. من الكفيف انسان طبيعي، انسان عادي بيمارس حياته بسهولة ويسر، يعني مفيش اي عنده، ما عندوش اي عقبات الا اللي الناس بتخلقها له قدامه. جميل، ده موضوع حلقتنا، لكن اهم حاجه طبعا في مشاهد بينضم لنا جديد وعاوزين نقول له مين هو محمد عطا. محمد عطا انسان بسيط جدا من اسره قرانيه ربنا من عليها كلها بحفظ القران. والدي الشيخ عطا، انا من البراجيل، هو اللي حفظني القران. نعم. وده يعني اعظم فضل واعظم نعمه من الله. كنت لحد سنة خمسة ابتدائي كنت مبصر. بعد كده أكملت دراستي أول الترم الثاني في سنة خمسة ابتدائي وأول الشهادة الابتدائية، وبعد كده الشهادة الابتدائية سنة ستة طبعا عشان بما إني أزهري فأخدت سنة ستة، فكملت بقى الدراسة كفيف كمستمع في المدرسة في الفصل، أسمع من الأستاذ، وكانت الامتحانات بتاعتي كانت بتبقى شفويه لحد الشهاده الثانويه، بقى ما بدا الامتحان يبقى تحريري ان انا استعين بمرافق يكتب لي في الامتحانات. نعم. لكن في الابتدائيه والاعداديه يعني نقول لنا بقى الدرجات كانت ازاي وخط الصعود كان ازاي؟ خط الصعود ان طبعا زي اي اسره في بيحصل عندها الموقف ده ويبقى جديد عليها، بتبقى الأسرة يعني موقف جديد وبيشد الانتباه كل اللي موجود في الأسرة ان هيكمل ولا مش هيكمل، طب الحياة تمشي ازاي، هنوديه المدرسة ويتعامل مع زمايله يبقى في وسط زمايله نفسيته تتعب، ولا يروح عشان ما نوقفش مستقبله ونوقفش حياته. طب النهاردة هو لو راح وخد شهادة ولا بتاع هيعمل بيها ايه، طب هو لو قعد في البيت هيبقى هيعمل ايه. تفضل الافكار دي تدور في رؤوس كل اب وكل ام وكل اخ بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه عامه يعني. نعم. فالحمد لله ان احنا وصلنا القرار ان انا اكمل دراسه، ودي كانت رغبه عندي شديده جدا. وكان بعض الناس اللي كانت بتتكلم يعني يقول لك خلاص يعني هتكمل دراسه، بما انك انت هتكمل دراسه فانت يعني بعد ما تاخد شهاده ايه فايده الشهاده وايه فايده خروجك وايه فايده ان انت تروح وتيجي، اللي هي بقى في مجموعه اللي هي محبطه دي بتواجهها في كل مكان. انت النهارده يقول لك الكفيف لما تيجي تركب عربيه يقول لك ايه اللي مخرجه، فعلا بتسمع كده؟ يقول لك ايه اللي مخرجه، طب بدل بهدله ديك ايه اللي مخرجه، طب ما في البيت، طب ولو قاعد في البيت يعني ده الحل.
طب ممكن بعد كده يقولوا ايه اللي قعدوا في البيت. لا مش ده الحل. انت النهارده الكفيف لما خرج وذوي الاحتياجات الخاصه لما خرجوا وفرضوا نفسهم على الساحه النهارده انت تلاقي ليهم تمثيل في البرلمان. دي يعني ده اقرب حاجه يعني ممكن نتكلم فيها. شكلك داخل انتخابات كده وبتعمل نفسك دعايه بقى. لا 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 مش لسه. لو نودبت بقى يعني لازم يطلبوك انت صح؟ من دعي فليجب. خلاص ان شاء الله ربنا يسهل يا رب باذن الله تكون يا رب رساله حلوه ليك ان شاء الله في برلمان جديد وجميل ان شاء الله. لا لا ونقدر نقف ونطالب بالحقوق يعني بتخطي العواقب اللي موجوده. والله العمليه مش عمليه حقوق, هي تدليل العواقب بس اللي هي بتقابل ذوي الاحتياجات الخاصه في الدراسه. استاذ محمد انا ممكن اقول لحضرتك حاجه, المشاهدين كلهم يستغربوا للحاجه دي. انت عندك في التعليم الفني الدبلومات يمنعوا المعاق ذهنيا ان يخش الدبلومات الفنيه ويخش الثانويه عامه. طب هو يعني ممكن يكون ربنا معطي له قدره في التحكم في حاجه بايديه او يقدر يعمل حاجه بايديه, ليه انت ما تدخلوش تعليم فني؟ تمام انت عندك ده قرار موجود. عندك في التعليم الازهري وانا مريت بالمراحل دي كلها, اللوائح في الجامعه بتحط شروط وضوابط للمرافق اللي يخش مع الطالب الجامعي. شروط ما تلائمش خالص الوضع خالص بتاتا, يعني ما فيش اي مقارنه. ان يدخل معاك حد طالب اعدادي او طالب ثانوي ما يكونش ازهري وهو ما يكونش يمر بالمواد دي وما سمعش الكلام ده قبل كده, وده انا مش متعوده. انا حصل معايا العكس بقى. كان انا طبعا كنت في مراحل الازهريه, خلصت الثانويه وبعدين ايه, طبعا كنت بحب الموسيقى جدا جدا جدا, فرحت كليه التربيه الموسيقيه كويس, الاختبارات 100 100 جميل وزي الفل وفرحانين قوي. وبعدين الشهاده بتاعتك ايه؟ ازهر. لا 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 لا, لا, لا. يا جماعه طب ما انت الفيصل بيني وبين اي حد تاني القدرات. بالظبط. قلت يعني يمكن كليه التربيه الموسيقيه متزمتين. رحت المعهد العالي ها زي الفل والاختبارات والدنيا زي الفل جدا. لا 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 لا, لا. وكان طبعا احنا يعني قالوها زمان كلمه جميله جدا, بلد شهادات. فطبعا انت بتتكلم عن مشكله هي طبعا. لا ده معكش شهادات بقى, انت معاك الشهادات ده بلد مظاهر. ما انت معاك الشهاده ومعاك القدرات. طبعا هي دعابه جميله جدا. احنا بقول لحضرتك كمان يعني نكمل الحديث بتاعنا عشان من يعني ايه ما نخرجش عنه. في سنه 6 ابتدائي وبدايه المراحل الاعداديه كنت بتمتحن, الامتحان بيبقى شفوي, فممكن تلاقي مدرس يتعاطف معاك وممكن يسالك سؤال اثنين انت ونصيبك ويديك بقى اي درجه يقول لك انا نجح وانا يعني بعد ده كله خارج من بيته وجاي. طب انت طموحك مش كده؟ نعم. انت طموحك ان انت مذاكر وعاوز تطلع الاول وعايز مش كل طالب هيقعد قدام المدرس هيقول له لا اسالني. فده دي برضو مشكله محتاجه حلول. صحيح. مشكله صحيح. محتاجه حل. وفي مدرس ممكن يعقدك في الاسئله, ممكن يزايد عليك. رحمه المدرس تحت رحمته. يعني انت اصدقائك كلهم زميلك في الفصل يمتحن 4 أسئلة, ممكن هو يسالك 6, ممكن يسالك 7, ممكن يسالك 1. صحيح. حسب انت, حسب بقى ظروفك دخلت مزاجه ولا لا. بس انت وظروفك معاك. طب انت بتطلب ايه بقى؟ يعني انت رميت رميه حلوه قوي. ايه اللي انت ممكن تكون بتطالبه بالنسبه للامتحانات الشفويه؟ انا بطالب ان في الاول خالص عشان نقدر نطالب بالمطلب ده ندخل التكنولوجيا شويه بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه وبالاخص مثل الكفيف. جميل. اتعامل مع الكمبيوتر, اتعامل مع النت. تمام. لو اتعامل مع جهاز الكمبيوتر خلاص انت ممكن يقرا الاسئله والثانيه يجاوب يعني. ممكن انت تحط الامتحانات بتاعته على من خلال الكمبيوتر وهو يجاوب. يبقى انت كده وفرت عليه مرافق والشروط اللي انت حاططها, ويبقى انت كده عملته كان زي جميع اصحابه. تمام. زي زمايله اللي معاه بالظبط. وده حل اعتقد ان هو مش صعب, لان انت لو دورت على عدد المكفوفين في الجامعات او في المدارس تلاقي في كل مدرسه 1 أو 2 بالكتير, وفي الجامعات مثلا 5 6. جميل جميل. فده ممكن يتوفر. بس عايز ايه؟ عايز تدريب. وده سهل برضه. الموضوع ده عاوز مجلس النواب, انا بتبقى نائب بقى ان شاء الله. ان شاء الله. طالبين. هو جميل طبعا ان احنا نطالب بحاجات زي كده, وهي حاجات فعلا لا حاجات بسيطه. محمد يعني انت النهارده ما انا بقول لحضرتك بتبقى تحت رحمه المدرس. نعم. يا يشفق بيك ويديك اي درجه نجاح. يا يزايد عليك في الاسئله, ودي طبعا بتبقى الظلم.
وطبعا في مدرسين يعني نكرر لهم كل الاحترام، لا لا لو في مدرسين نكرر لهم كل الاحترام بيتعاملوا معاملة طيبة جدا طيبة جدا، يجيب لك ورقة الأسئلة فعلا اللي ممتحن منها الطالب ويسألك منها، وفي مدرسين يسألوني من الكتاب وده حصل معايا. صحيح صحيح. بس انا طيب. يعني نكمل بقى، انا الحمد لله طلعت الاول على الجمهورية في السيادة الاتحادية. دلوقتي دلوقتي بقى الكلام ده سخن الناس ومعانا اتصال. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك يا حبيب قلبي. ازيك يا استاذ محمد عطا؟ اهلا وسهلا بحضرتك. والله العظيم انا بحبكم في الله. واحنا كمان يا حبيبي. بجد والله العظيم يعني اسال الله عز وجل ان ينفع بكم وان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ان شاء الله باذن الله. يا حبيبي ربنا يكرمك. والله انتوا بتعطونا درس للكفاح يعني، وانا طالب من حضراتكم انكم يعني تعطونا ايضا تعطوا المشاهدين دروس في الكفاح يعني الاستاذ محمد يعني طب اسم الكريم ايه طيب؟ كفيف لكن دراسات عليا شرعه وقانون. معنا محمود. فمحتاجين من حضراتكم تعطونا درس في الكفاح وكده، واسال الله عز وجل ان ينفع بكم واشكركم يا رب. هو بما ان الموضوع عن كفاح فهو معانا المتصل الاستاذ محبوب، اسم جميل جدا، ما هو محبوب هنقول له من كل الناس محبوب، فاحنا بندي نصيحه لكل المشاهدين وشكرا للاستاذ محبوب على اتصالك الرائع الجميل، ونرجع للكفاح تاني. ولكن احنا انت قلت انت من اسره قرانيه بقى، فاحنا عاوزين ولو دقيقتين كده نسمع منك ولو ايتين كده مرتل حلو نرطب بيهم شويه الجو السخن اللي احنا يعني سخناه دلوقتي لحد ما نكمل بقيه الفقره. نسمع ايتين كده نقرا اي ما تيسر ما تيسر. سوره البقره كفايه يعني. طيب نقرا خواتيم سوره المزمل. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. جميل ما شاء الله. مخرجنا هاني بيقول لي هو بيصلي التراويح فين، وانا اروح اصلي وراه من رمضان دلوقتي، عاوز يحجز صلي التراويح بالناس عاوز يحجز. هيدفع كام؟ يقول لك هيدفع لك الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بخير اعظم شيء. بتصلي بقى بالناس في التراويح بقى في رمضان؟ بصلي التراويح في رمضان في مسجد عباد الرحمن في البراجيل. ايوه يا سيدي. وبصلي في مسجد الايمان في ميدان لبنان.
ده انت وازنهم بقى مسجد الايمان في ميدان لبنان. اه ما بتزعلش الجمعين يعني منك يعني؟ لا 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 طبعا ما اقدرش نتولى الناس كلها ونتاخرش عنهم ابدا. ليها رونق خاص صلاه التراويح جميله جدا طبعا وروحانيات عاليه جدا، وبالاخص لما تحس ان الناس اللي معاك متعايشه معاك، متعايشه مع جو الصلاه، بتحسهم يعني اه طبعا. انت ما كنتش حاسس بالناس اللي وراك وتعايش في الصلاه، هم بيحسوك وانت بتحسهم. طيب احنا بقى في محطه مهمه جدا في حياتك، وهنقول لمشاهدينا محمد عطا اتكتب له عمر جديد. امتى اتكتب لك عمر جديد؟ والله كتب لي عمر جديد بفضل الله يعني بعد حفظ القران. دي انا يعني دي بالنسبه لي المرحله الفارقه، يعني دي بدايه الحياه، بدايه يعني كتب لك عمر جديد بعد ما ختمت القران الكريم. اه بعد ختمت القران الكريم تحس طيب. انت بالرفعه وبتحس بعلو الشان، تحس بالبركه. جميل جميل. لكل واحد انجازات، ايه طبعا اهم الانجازات واهم الجوائز التي حصلت عليها؟ في جوائز محسنه حصلت عليها مثلا من اماكن ولا لسه في حصاد الجوائز؟ انا الحمد لله الجوائز اللي يعني ربنا كرمني بيها وانا معايا بيها. ايوه الشهادات التعليمية. نعم كنت باخد شهادات تقدير في ان كنت بطلع الاول الحمد لله في انت اول ثانوية واول اعدادية او ابتدائية على مستوى الجمهورية. الجمهورية الحمد لله ان شاء الله. كان نفسنا نجيبهم معنا هنا طبعا، لكن ان شاء الله في حلقات جايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله نجيبهم معنا ان شاء الله. ومعي طبعا كان الصوره والاسم كان طالع في الجرايد، وكان في يعني الله الله. كان في اهتمام في الفتره دي كان كويس. طب اسالك سؤال مهم جدا، الصوره كانت ابيض اسود ولا الوان بقى في الجورنال؟ نعم كانت ابيض اسود ولا الوان ولا ما حدش قال لك؟ لا كانت الوان طبعا. الوان صورتي. طيب ايه رايك بقى لو احنا شفنا كفاح زي كفاحك ممكن؟ طبعا اكيد. طيب نطلع التقرير مع حجاز يا امر عمره مغاب ومع مخرجنا هاني شكل تاني، ويلا على التقرير. انه مجدي حسين الذي قرر منذ طفولته الا يستسلم لمعاناته التي فاجأته، وهو يتهيأ لاستقبال ملامح الطفولة ليحقق تفوقا دراسيا ملحوظا في المراحل التعليمية المختلفة. مرحلة ابتدائي واعدادي ثانوي كنت الالفة بالنسبة للمستوى الدراسي، و ثالثة ثانوي كنت أول جمهورية على مستوى المكوفين. انتقلت بين كليات الاقتصاد والإعلام والألسن، وكان هدفي دراسة اللغة الإنجليزية حقيقة، ومجموعي الكبير ده ربما كان سبب تشتيتي. لما دخلت الكليات القمة دي بالنسبة للأدبي لم أستقر في القاهرة ولم أسرح، رجعت لغة عربية اسكندرية أداب اسكندرية. ومن أجل توفير لقمة العيش وتوفير ما تحتاجه مصاريف الدراسة الجامعية، لم يجد مجدي مفرا من أن يصبح عاملا في إحدى الشركات التي ظل بها طوال سنوات الدراسة الجامعية. ما كانش كده وبس، ده أنا كمان مرتبط إن أنا يبقى تحت إيدي أو يتوفر لي اللي يقرأ لي، دي مشكلة ثالثة يعني تدخل في المثلثة كده. كنت بحاول أوفق بين الأمرين، بس بالتالي الوضع ده ربما ما أتحليش إن أنا أتميز أوي في مرحلة الليسانس مثلا، إن أنا أجيب جيد جدا أو حاجة زي كده، لأن كنت بحاول أوفق بين الأمرين. فإلى حد ما أمسكت بالعصب نصف كما يقال، وكنت بحصل على جيد كل سنة لحد ما خلصت مرحلة الليسانس. كان القدر كريما به حينما منحه فرصة للعمل كمعلم للقرآن بإحدى الدول العربية، لكن مجدي استغل أوقات فراغه في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ليعود مجددا إلى بلده مرة أخرى ويبدأ مهمة الحصول على فرصة عمل تتناسب وشهادته الجديدة. كانت مسألة بالنسبة لي صعبة، إن بدون عمل وتوقعت أحصل على دكتوراه أحصل على وظيفة في الجامعة والكلية مدرس، وكانت بتيجي ترشيحات من جامعات مختلفة خصوصا الأزهر، كانوا في حاجة ماسة إلى تخصصي وجامعات أخرى، لكن للأسف ما كانش فيه بقى الوسائط أو حد يساعد عشان أتعين. وبعد معاناة يصبح مجدي مدرسا بكلية الآداب بجامعة دمنهور، ثم سرعان ما يترقى ليصبح رئيسا لقسم اللغة العربية، ثم وكيلا للكلية نفسها. دخلت الكلية في 83، لسان 87، ماجستير 93، الدكتوراه 97، عينت مدرس 2001، أستاذ مساعد 2006، أستاذ 2011. أنا الآن حاسس أني حبدأ الطموح. بينما تواصل ابنته الكبرى القراءة يسترجع مجدي مشواره المليء بالكفاح والأمل، لكن جعبته لا تزال مليئة بالأمنيات التي يراها قريبة المنال حتى وإن استصعبها الآخرون. ورجعنا لكم ورجعتنا وكأننا مبعدنا ثواني. طبعا محمد أنت لما سمعت
التقرير. نشكر طبعا جدا جدا الله. جدا اعداد هذا التقرير ما شاء الله من شاء اعده الله. طبعا وقدمه لنا بشكل جميل. شيء مشرف يعني, شيء مشرف فعلا تفخر به مصر كلها يعني. لكن هو برضو اكد على حاجات انت نفسك لمست معاك اللي هي ان هو كافح, ولكن لا هو يعني كمان حته كمان احنا في البدايه نبص على البدايه يعني. هو طبعا دي كلها ارزاق موضوع العمل والكلام ده كله, بس احنا بنتكلم على البدايه ايه الحاجات اللي هي ممكن تتوفر للكفيف. هو كان بيقول بيجد صعوبات في القراءه ان يتوفر لحد يقرا لي. نعم, ودي برضو كان من ضمن الحاجات اللي احنا برضو كلنا عانينا منها. نعم, حته ان انت حد يقرا لك وحد يكتب لك وحد يرافقك في في الطريق يعني. خد بال حضرتك يعني ان تلاقيت ده مش هتلاقي ده, وتلاقيت الاثنين مش هتلاقي الثالث يعني. صعب توفيرهم بس هو التوفير من ربنا. لو لقيت حد بيقرا ممكن التشكيل بتاعه قضايا يعني. بالظبط, وان كتب لك يبقى املته غلط. ولو كتب لك يبقى املته غلط. هقول لك على حاجه, فاضت عشان موضوع الكتابه اي انت لسه عندك دراسات عليا طبعا. ان شاء الله اي حاجه انا مستعد اكتب لك, ما تقلقش. انا جاهز يعني. طبعا. لا ما تقلقش لا يعني. خالص خطك جميل جدا كده ضمنت خلاص. طب ونكمل ليه؟ طيب يعني دلوقتي انت بسم الله ما شاء الله يعني الطموح المستقبلي ان شاء الله باذن الله ماجستير ودكتوراه. بص يا استاذ محمد, اقول لحضرتك على حاجه. انا يمكن يعني طبعا يعني اخد مشاهدين في مجال ثاني بعيد جدا في كره القدم. ايوه, عندك كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد لما كان بيتوج بالكره الذهبيه فبيسالوه بيقول له انت ايه احسن هدف جبته؟ قال لهم اللي انت ما جبتوش. ومعانا اتصال من الاستاذ محمود. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمود, لو التلفزيون بتاعك 21 بوصه وطي شويه. وطي التلفزيون شويه واسمعنا من التليفون يا استاذ محمود. ازاي حضرتك؟ اديني وطيت شويه. ايوه انا ماشي. تلفزيونك كام بوصه بقى؟ 20. يا سلام, طب شفت بقى احنا من نفس الوقت شويه. اهلا بك يا استاذ محمود. اهلا يا حبيبي. اهلا بحضرتك يا استاذ. حلقتنا النهارده طبعا عن الكفاح عامه. استاذ محمود بتشتغل ايه يا حبيبي؟ انا بشتغل محاسب. الله, استاذ محمود الله. مبروك. ايوه الاستاذ محمود مبروك. ده من اعز اصدقائي. الاستاذ براجيل مبروك. الله, ده كان احد المرافقين ليا في الامتحانات في ثالثه جامعه. طب استنى استنى استنى, كان بيكتب لك ولا ايه؟ كان بيكتب. خطك حلو يا استاذ محمود. نعم, خطك حلو. لا لا, جميل. انا خدت لا. طيب عشان بقى نطور شيخنا, عشان نستثمر الوقت, ايه رايك نقول بقى محمد عطيه؟ انت يعني محمد عطا محمد عطا طبعا صديق من اصدقائك المقربين. نقول محمد عطا يعني بيمتاز بايه في الذاكره بتاعته والتركيز؟ يمتاز بايه في الذاكره بتاعته؟ ايوه, لا هو بيمتاز بحاجات كتير جدا. قول يا سيدي قول. بس ده محمد عطا بالنسبه لي مدرسه. مدرسه برضه. جميل جميل. يعني الله اكبر الله اكبر. اول حاجه بيمتاز بقى حفظ القران الكريم في الذاكره بتاعته وصوته الجميل اللي بتميزه عن اي حد تاني. نعم جميل. ايه كمان؟ وبعدين ده صاحبي من زمان يعني, داخلين في 8 9 سنين اهو مع بعض. 2007 محمود. وبعدين يعني انا يعتبر متجوز اخته, متجوز بنت خالته. الله الله الله, يعني. الله 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 الله. طيب استاذ محمود مبروك. انت محمود انت كده ممكن شهادتك تبقى مجروحه. طيب هو لا مش مجروحه يا شيخ ما تقلقش. طيب احنا شاكرين لاتصالك جدا يا استاذ محمود, ودايما نستمتع باتصالات حلوه قوي. ايه رايك بقى ما نسمعك صوت حلو؟ طبعا صوت جميل وبيعزف ناي. وما تسالنيش ازاي. هنطلع لحبيبنا كلنا واستاذي العزيز مرهف الحس استاذ محمود حمدي. طبعا. ويلا يا عم هاني, ويلا يا حجاب, ويا محمود عبد العال, وكمان مصورنا الجميل شريف ابو دايما خفيف بيقول ايه وانا رحت فين. يلا نطلع ونسمع عمنا محمود حمدي. شايفين العالم بقلوبنا, راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. سيدي يا رسول الله, يا حبيبي,
يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. يا حبيبي يا رسول الله، من أرض المدينة للبيت الحرام شفنا البدر نور من فوق المام، من أرض المدينة للبيت الحرام شفنا البدر نور من فوق المام، كل الركب غنى لما البدر بات، والطير برضو غنى ويانا كمان، وقال يا حبايب حليته بأمان في أرض الهداية والله والنور والسلام، من أرض المدينة للبيت الحرام شفنا البدر نور. شوف الفرحة شوفي وتهني عين، شوف النور وغني ويا المجرمين، شوف الفرحة شوفي وتهني عين، شوف النور وغني ويا المجرمين، وادعي المولى يوعد كل المشتاقين، وادعي المولى يوعد كل المشتاقين لزيارة نبينا محمد رسول السلام، من أرض المدينة للحرام شفنا البدر نور من فوق مقام، من أرض المدينة للبيت الحرام شفنا البدر نور. شفنا البدر نور، وعم محمود كان معانا منور ما شاء الله. احنا نقصنا 3 دقايق والوقت معاد مر اوام. احنا وقفنا عند كريستيانو نقطة بسيطة جدا. يلا. انا بادئ لوالدي الشيخ عطا ووالدتي ان ربنا يجيبهم في السلامة هم عند النبي. الله اكبر. طيب ايه رأيك بقى؟ بص احنا عندنا اقوى جهاز يعني ايه في العالم يعني. الولاد ما شاء الله مطابق هايل يعني. مطابق للاحداث. نرجع للحتة بتاع كريستيانو رونالدو بسرعة عشان الوقت. فهو قال انا احسن هدف بالنسبة لي لسه ما جبتوش. فطبعا انا لما نسأل واحد في مستقبل حياته كلها، هو ده بالنسبه له الكره مستقبل حياته، فانا لما ايه الطموح او ايه الهدف او ايه الحاجه اللي انا حققتها في حياتي اللي لسه ما حققتهاش طبعا. نعم نعم. يعني دي احرى ان الواحد يبقى لا وقلنا بقى يعني الماجستير الدكتوراه، ايه المواضيع اللي انت ممكن فعلا عاوز تضيف فيها؟ انا تخصصي في الماجستير والدكتوراه هيبقى في قسم الفقه العام ان شاء الله. وطبعا احنا بنشوف ان المرحله اللي جايه والمرحله القادمه في العالم الاسلامي وفي العالم العربي الاقتصاد الاسلامي. نعم. المال الاسلامي. فانا حابب ان انا اتخصص في المجال ده وادي في المجال ده. جميل. الاقتصاد المالي. جميل جميل. طيب طبعا احنا اخر حاجه دايما بنروح ايه لرسائل صغيره جدا هتقول لمين بسرعه. الصلح خير امنيه صالح، الصلح خير لمين؟ الناس اللي مخصمين الحياه، الناس اللي هي حاسه ان عملها صعبه عليها، لا قوم وشد حيلك كده ويلا اقف على حيرك. مفيش حد مزعله؟ اقف على رجلك. نعم. مفيش حد مزعله على صالحه؟ نعم. عامل نفسك مش سامع؟ لا مفيش حد مزعله. لا مفيش حد مزعلك ولا انت مزعل حد؟ لا الحمد لله. طيب هتقول رساله اخرى. يا مالكا قلبي. هتقول لمين يا مالكا قلبي؟ اقول لمين يا مالكا قلبي؟ اضحك يا سيدي. انت كده استاذ محمد بتحطنا في لا خلي بالك ده بتحطنا في حاجات يعني كده تخلي الناس كلها تتخانق معانا. لا يا مالكا قلبي هتقولها لمين؟ قول لي مالكا قلبي ان شاء الله الانسان اللي ارتبط بيها وتكون ان شاء الله زوجه صالحه ان شاء الله وربنا يجعل الى زوجه المستقبل ان شاء الله. الله. والمستقبل حلو ونظره امل هتحلو وتحلو، وان شاء الله باذن الله هنعيش معاكم اجمل فقرات واجمل لقاءات مع نظرة امل ان شاء الله باذن الله. احيانا الله الخميس الجاي البرايل بينطق، الخميس الجاي البرايل بينطق، هنعرف الموضوع ان شاء الله باذن الله الخميس القادم ان احيانا الله ساعة
سعدنا بلقائكم. الله، أنا سعيد جدا أستاذ محمد بلقائي معاك، وبشكر أسرة البرنامج وأسرة قناة الصحة والجمال كلهم على اهتمامهم بالمواضيع دي وقضية الكفيف. يعني بشكركم بالنيابة عن كل ذوي الاحتياجات الخاصة. جميل جميل. في النهاية طبعا بنشكر كل المخرج مهاني وبحراوي وشريف وكل وسيد العادة وكل الموجودين المشاهدين أو الناس نقدر نشكرهم دولك كلهم والناس اللي اتصلت كلها وانزل بالتتر يا هاني. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا الله الله.